بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مشروع مسرحية إذاعية ستبث من مصر، وأيضا هناك كتاب باللغة الإنجليزية كترجمة لهذه المسرحية التي ستحل مشكلة جهل الناس بما يجري حولهم. كل الناس وكل الدول أو كل الناس منتسبين إلى دول، وهناك اهتمام في موضوع المسرحية للعرب والشرق الأوسط والعرب المسلمين والمسيحيين. الرواية أو المسرحية ممولة من المنتج الإعلامي شركة مصر للتدريب، اللي هي شمس للتدريب، شركة مكة سمارت للتدريب، وهي شمس للتدريب. الرواية تعالج مشكلة منذ قيام النظام الحديث للدول، ما يسمى بالأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة هي تتبع لأمريكا فقط، وهنا يعني هذه المقدمة للرواية مهمة جدا، لأن من يستفيد من الحاضرين للمسرحية، هي عبارة عن مسرحية، طبعا نحاول أن المسرحية تكون في مسرح في وسط البلد في القاهرة، ولكن سيتم النقل لهذه المسرحية إلى المقاهي. تعود الناس أو الرجال في المقاهي إنهم يذهبوا بعد العمل في المساء وكذا، ويجلسوا في المقهى مثلا ساعة ساعتين، فهذه جذب يعني المقاهي لما تعرض المسرحية، مثل الكورة يعني، كثير من المتابعين للكورة يحبوا يروحوا يتفرجوا الكورة في القهوة، تجد كل اللي في القهوة مركزين على المباراة، يعني تقريبا ما فيش إزعاج، كله كده مركز، يكون زحمة، وحتى القهوة بعض القهاوي بالسرة تدخل أعداد معينة، يعني القهوة تصير مليانة زباين. القهاوي في كل الوطن العربي، وحتى يمكن لو عملت باللغة الإنجليزية، أو يعني يكون حتى القهاوي في جميع الدول، سيترجم مثلا الكلام عن المسرحية. طبعا سنستخدم أسماء للمسرحية مشهورة عالميا، وهي اسم مثلا ألف ليلة وليلة، بس حيكون 2000 ليلة وليلتين، يعني كل شيء يعطي رمز، وذلك حتى الناس يستوعبوا ايش يتوقعوا في المسرحية. يعني البروشور او البوستر حق المسرحية
بالإنجليزي أو بالعربي إنه هذه مسرحية 2000 ليلة وليلتين، فتكون جاذبة. البوستر تنحط فين؟ على المقهى، يعني إنه عندنا هذه المسرحية ووقت البث كذا كذا. سيسمح للمقاهي يعني بث مرة في الأسبوع. وذلك يعني حتى توزيع الدخل للمقاهي، لو كان مقهى واحد كل ليلة فما المقهى يأخذ بس، وحسب الرخصة يعني في السنة حسب عدد الكراسي في القهوة. يعني مثلا عن كل كرسي، مثلا لو كان في 100 كرسي فعن كل كرسي مثلا $10، فهذه $1000. وبرضو السعر يكون متساوي، يعني ما فيش نقدم قهوة على قهوة. طبعا اسمحوا لي، انا قلت قهوة ما قلت كازنو، بس كلهم سوا يعني كازنو قهوة مطعم، لا لان الناس مشغولين في الاكل. يعني المقاهي اللي فيها اللي متعودة انها تنقل المباريات في مصر، طبعا كل القهاوي، معظم القهاوي ومعظم اهل مصر تجدهم زحمة في القهوة، فلازم القهوة تثبت انها هي كانت عندها زحمة يعني حتى تاخذ الرخصة السنوية. طبعا في تسجيل، لو ب$1000 يسجل ب$100، وهذا تمويل عشان الممثلين والكذا، عشان بلاش يكونوا، ممكن يكونوا هو لكن بلاش يكونوا بدون دخل، لأنه في عمل مثلا عشان تطلع مسرحية ممكن عمل مدة شهر، وبعد كده شهر آخر تطلع مسرحية أو تجدد المسرحية، يعني المسرحية كل شهر متجددة حول نفس الموضوع، يعني زي ليش حتى لا تمل الناس، يعني مش إعادة. بمعنى إنه القهوة تقدر تاخذ 12 مسرحية متكررة، ولازم تحدد اليوم، مثلا هذا يوم الاثنين، هذا يوم الجمعة، هذا يوم. أما السعر واحد، فهنا يعني عملية الحجز لازم يحجز اليوم. فهنا طبعا المسرحية معاها كتب تباع، يعني نفس القهوة تقدر تطلب الكتب وتبيعها ممكن اللغة العربية والإنجليزية. فالعنوان الجاذب اللي هي 2000 ليلة وليلة، وتقريبا المسرحية تحتاج الأدوار، تحتاج واحد القاص وفي ناس يسمعوا، قد تكون مجموعتين بالأصوات وممثل لكل مجموعة. في القهاوي عادة يكون الناس في نخبة مثقفين، تحصلهم يجلسوا دائما مع بعض، وفي نخبة لا والله اللي هم بلدياتي. فتكون هذه المسرحية. طبعا في نادي يتكون من 4000 من يرغب في أداء الأدوار. طبعا هنا ال4000 هذه تجيهم الأدوار، بحيث إنه ممكن إنه بالصوت يجي له الدور ويلقي، يعني على أساس إنه تعتبر حدث الأسبوع يعني. يعني بالأسبوع يقول إحنا الآن كذا، أي حاجة في مقدم ممكن، وفي بعد كذا يقول ننتقل للمسرحية، زي لما مثلا تكون هناك حفلة غنائية لأم كلثوم وكذا، فيجي المقدم قبل ويقول العنوان والأشياء كأنه أغنية بتقدم جديدة. أو أحيانا المباريات يجي واحد قبل يقول الآن المباراة، يعني قبل بساعة
حتى الناس تستعد في ربع ساعة واحد يتكلم كده. فطبعا الأهداف من المسرحية أو الهدف الرئيسي التوعية، توعية ما سيحدث في العالم ويمس أكل العيش والتعليم. يعني المستقبل الآن أو منذ عام 2000 بيتغير كثير جدا. يعني مثلا الاختبارات، التعليم، هل التعليم الجامعي مهم للتوظيف، كذا كذا، أشياء كثيرة جدا. الناس الآن في حيرة، المستقبل الآن في ممكن دراسة عن بعد يعني تديك مهارة بحيث إنك تقدر تجيب دخل. فعموما هذه المقدمة سوف تعرض، أو كل ما نقوله سيعرض على اليوتيوب بدون دعاية وبدون أهم شيء العرض على اليوتيوب. مؤخرا يعني من أراد أنه يدخل ضمن 4000، نقول نادي مثلا، إلا هو مساهمة في إخراج المسرحية، والإخراج يتطلب كثير من الأعمال. طبعا العمل في الإخراج، الساعة تبدأ من 10 دولار إلى 15 دولار إلى 20 دولار إلى 25 دولار. طبعا المسرحية والتمويل والوظائف وهذا، يعني ممكن بعد سنة تصير وظائف مسجلة في نظام كل دولة التأمينات الاجتماعية 4000، لأنه بدأ العمل في كل الدول عن بعد، أو التأمينات الاجتماعية ما بتهتم أنه لازم في عمل عن بعد. فكل إن شاء الله حتى تبدأ المسرحية، يعني ممكن تبدأ المسرحية بعد إذا يسر الله سبحانه وتعالى في المسرح، يعني بعد 3 أو 4 أشهر. طبعا هي المسرحية كذلك فرصة لإبراز الفن الجديد. يعني حتى نلاحظ 2000 ليلة وليلة وليلتين تدي إنه في فن جديد. فكان زمان يعني من يريد إنه يخاطب المجتمع من الأدباء يكتب الروايات، ويكتب مثلا روايات أحيانا فيها لازم القصص فيها مثلا سجن، فيها كذا، فيها حكومة، في واحد زي في بيتنا رجل مثلا، فيها ثوار، فيها كذا، فيها انقلابات، فيها كذا. فتصبح أحيانا الرواية لما تعرض على الإعلام ترفض، لأن فيها أمور بتأثر على الأمن القومي لكل بلد مثلا. فنحن المسرحية والمحتوى ما يكون فيه أشياء تأثر، يعني تدخل في السياسة أو تقلب أو كذا. طبعا حنكتفي بمنهجين، في منهج سماوي اللي هو القرآن الكريم، نكتفي في ال10 سور الأخيرة اللي يحفظها كل العرب وكل الناس، فنأخذ منها المفاهيم والتوجيهات وكذا، يعني ما نخرج عنها. يعني مثلا تبدأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهذه فيها كناية عن أصحاب الفيل اللي هم من الحبشة، فكأنه الحبشة هي المتسلط. وحتى في الزمن هذا يعني ممكن إنه المسيحيين أو الغرب
أو أمة الحبشة أمة هذا تحاول تأثر في المنطقة العربية عن طريق الحبشة، وهذا حاصل الأيام دي ترى. والحبشة لها علاقة بماء النيل، لأنه منبع ماء النيل من الحبشة أو ما يسمى إثيوبيا دحين. فهي رواية تحكي الواقع والماضي وبعض من الأمثلة العجيبة اللي كانت موجودة، واللي تعتبر تكتب في تحت المثال هذا تكتب قصة الأحداث، أحداث العالم. وهو مثل مشهور عن المجانين، والمثل الـ يعني الأب هو رواية أو قصة عمية تكحل مجنونة. سنستمر لمدة 15 دقيقة كل حلقة، فهذه الحلقة الثانية. طبعا نلاحظ نحن عندنا 1000 ليلة وليلة كلها مفرد، فهنا عندنا 2000 ليلة وليلتين، يعني عندنا الحلقة الثانية الرابعة، فهذه الحلقة 0 لأنها مقدمة. إذا الحلقة الثانية سندخل في الرواية، رواية عمية كحل مجنونة، ونطبقها على واقعنا. فسنستمع إن شاء الله لرواية عمية كحل المجنونة، اللي هو نظام الرواية. يعني بدأت الرواية متى، ومن هي العمية، ومن هي المجنونة، ومن هي العمية القديمة، ومن هي العمية الحديثة، أو كيف تغير العمية في كل 100 عام من خطتها. فكأنه الرواية يعني هناك المسرح، وفي عمية بتدخل في كل مثلا 10 سنين تتجدد العمية. مثلا لو بدأنا الرواية من 1920، ففي عمية تبدأ في 1920. العمية تتكلم عن نفسها، كيف صارت عمية، ومن هي، ومن طلب منها أو حدد لها الدور. يعني أنت عمية الدور لها إنها تكحل المجنونة. طيب من هي المجنونة، من هي العمية؟ المجنونة هنا كأنها هي اللي آمرة، أمرت العمية تكحل، وكأنها هي يعني جليسة العمية، صحيح؟ فالعمية والمجنونة في بينهم علاقة صداقة وليست عداوة. وهذا المثال يعني المجنونة تكون اللي تستطيع انها تقول للعمية كحليني، واحدة في العالم كله. وخلينا نقول العمية هي رمز لدولة، يعني عندنا عمية ودولة أو أمة حسب ما اسمها الأمم المتحدة. يعني عندك أنت ما اسمها الدول المتحدة. فإذا كأننا نقول إنه في من الدول أو الأمم المتحدة في 5 أمم معروفة دائمة العضوية، والباقي
ليسوا أعضاء، يعني كأنهم هم المؤسسين. إذن هذه الأمم الخمسة، هناك عمية، يعني كانوا كلهم عمي أو لهم مندوبين عمي في الأمم المتحدة، يعني من يمثلهم في الأمم المتحدة أعمى، وله حق إنه يأمر أي مجنون يتكحل أو يحاول يدور على مجنون يتكحل. وكأنه البطل أو العمية بطلة الرواية اللي هي أمريكا. فإذا هناك عمية أو عمي أو عمويات باللغة العربية، يعني أمم عمية حديثة وأمم عمية قديمة. فقبل 1920 أو قبل الحرب العالمية الثانية كانت العمي الدول أكثر من خمسة، يعني كل عمية تضاربوا العمي مع بعض. أو أستغفر الله، المجانين. وهي مناسبة، يعني المجانين يتضاربوا لكن العمي ما يتضارب، صح؟ يعني اللي يقودوا الحروب ويدعوا إلى الحروب في الأمم المتحدة هم من المجانين. يعني الصين ما هي موجودة في الأمم المتحدة، ما تقدر تدعو إلى حرب، تقول أنا بدي أحارب الدولة فلان. لكن من اللي يقدر يدعي وينقض؟ الخمسة. فيقدم أنا بدي أضرب مجنونة تاني. إذا كل الأمم المتحدة مجانين، يعني تقريبا الممثلين يعني يمثلون إنه مجنون في الدول الخمسة وفي العشرين وفي هذا. يعني أنت النظام ما هو، نحن بنقول مثال تطبيقي، يعني زي مثلا كليلة ودمنة، كليلة ودمنة الهندي اللي عملها، فما يبغى يعمل حاجة تسبب له ضرر، راح للحيوانات. والقصة المشهورة إنه الأسد، فكأنه الأسد يعني الحاكم عايز ياكل خروف، فجاء للخروف قال له أنا، طبعا الأسد جالس في الأقصر مثلا والخروف جالس في قنا والنيل يجري من الأقصر لقنا، فراح قال جيبوا لي الخروف اللي قاعد يشرب من النيل في قنا. وقولوا له، يقول لك الأسد انت عكرت عليه الموية وهو بيشرب، انت بتشرب في نفس الوقت، كل القبيلة دي جيبوا لي، احبسوهم وجيبوهم، ويصير ياكل كل يوم خروف. فجول الشيخ القبيلة اللي هو الخروف في قنا، هذه كانت قصة، ما هي رواية ست شامية، هذه رواية ابن المقفع ترجمها أظن، اللي هي رواية كليلة ودم، ترجمة من الهندية. فجو للخروف هذا بمجموعته، قالوا له الملك اشتكي منكم، انتوا دائما تشربوا تعكروا المويه. طبعا فرح الخروف والخرفان وقال لهم يلا نروح، كانوا مية او شيء، نروح وترى الموضوع يمكن الملك يبغانا يعني في حاجه تانية، لا يمكن انه ايش من قنا نعكر المويه على الاقصر مثلا، والله انا ماني عارف انه النيل يمشي في الاقصر ولا لا، المهم في يعني في النوبة. المهم لما راحوا كانوا مطمئنين يعني ان المسألة مزحة يعني، فدخلوا يا مولانا وهذا حياهم، طبعا فرح الملك انه جو المية، الاسد قصد يعني، مية هذه تكفيه شهر يمكن ولا شهرين حتى يعزم عليهم. ففرح الأسد
وسوى لهم حياهم وبسطهم عشان لا يخوفهم يعني، لأنه أنت تعرف أنت لما ينذبح الخروف وهو خايف لحمه ما يصير طيب. فنزلهم كده في القصور وهذا، وبعدين صار ينادي الشيخ كل يوم أو شيخهم، يقول له والله برضو أنا ماني مقتنع يعني، أحس إنه في أحد من عندك عكر. فتقول لي مين؟ فهذا كيف يفكر هذا الأسد كل يوم مصمم، فيمكن خلينا نديله يعني أسوأ واحد خلاص قدره، فكل يوم يعطيله واحد لين ما بقي إلا هو. فقال له يا مولانا يعني احنا فاهمين، وكل ليلة تقول لي صح انه نحن ما نقدر نعكر لانه نحن فوق، كل ليلة تقتنع، ايش بكى يعني؟ قال له طيب مغلق وكله يعني تبقى ترجع انت؟ خلاص يا عمي ما دام 99 قالوا عكر انت قول عكرت. برضه صار يعني صار ما يبغى يذبحه هو، خليك فداء للوطن فداء للملك. فهذاك قال انا لله وانا اليه راجعون، وانذبح وتاكل. فهذه كانت في صيغه الحيوانات طبعا، لانه خايف من سياسه. نحن طبعا ما حنتعرض للسياسه اصلا على اساس الروايه. هناك القاص في عام 2070، لانه نحن يعني انا بقول لكم كده بس، الرواية ما حيكون فيها هذه المقدمة، ما حنعرضها يعني. يعني نقول لهم واحد مجنون حطها، لكن لما نعرض نعرض شيء تاني، بس حتكون عم يتكح المجنون. ما نستغني عن المثل هذا، ما نحصل زيه، وما نحصل زي انه كل اللي في الأمم المتحدة ممثلين ومجانين. يعني بمعنى يجي قرار أحيانا كلهم يجتمعوا وكذا يعني يصوتوا ضده، يجي واحد من المجانين الخمسة ينقذوا، ودائما الواحد هو هو مثلا المجنونة الحديث، لأنه الخمسة فيهم واحدة حديث. يعني المطورة زي ما قالوا الكورونا المستجد، فالمجنون المستجد يعني حتى أسماءهم حلوة يعني، يعني قالوا الكورونا المستجد يعني زي أمريكا الدولة الحديثة الحديد. والله أنا عاجبيني زي لما عجبني الأسد هذاك، ما رضي كده يأكلهم بالقوة ويهجم عليهم، يعني أخذهم حبة حبة وبالهدوء وحطهم كده في القصور، وجاب لهم كمان أكل وبرسيم وحاجات وناس يطبلوا لهم ويغنوا لهم. والله انا ماني عارف عاجبين الهنود ولا الهنود ترى مصايب في التصوير ولا هذا، يعني قصدي الادباء، ولا زي هذا اللي سوى رواية كليلة ودمنة صراحة. اما رواية الف ليلة وليلة فهو مو معروف من كاتبه، يعني رواية زي ما نقول ترمى كده، لكن رواية ست شامية معروف من كاتبه، لازم يكون ينتمي إلى ست شامي اللي هي جدته ست شامي. أكتفي بهذا القدر من الحلقة صفر، وشكرا.